9 قتلى على الأقل وحوالي 20 جريحا سقطوا في هجومين منفصلين استهدف سوقا ومطعما في حي الشعلة ذي الغالبية الشيعية شرقي بغداد. ووقع الهجوم الأول بواسطة تفجير سيارة مفخخة في سوق الكسرة، فيما وقع الهجوم الآخر بواسطة تفجير عبوة ناسفة. وفي جنوب شرق العاصمة فتح مسلحون على متن سيارة النار على المارة في منطقة تسكنها أغلبية شيعية ومسيحية. وتأتي الهجمات بعد سلسلة تفجيرات ضربت يوم الأربعاء مناطق الطالبية وبغداد الجديدة من العاصمة والموصل وطوس خرمات شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل حوالي 20 شخصاً.